بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي من جديد. إن شاء الله اليوم سأخذكم جولة ونزهة في الحديقة بجانب البيت. هذه الحديقة فيها بحيرة، سأمشي وأورجيكم إياها. لقيت البحيرة هذه، أنا سبق وصورت في هذه الحديقة في أوقات معينة، صورت فيها في الثلج في الربيع، والآن في بداية نهاية الصيف وبداية الربيع. هذه البحيرة تيجي في منتصف الحديقة وحولها الجبال ما شاء الله. هناك يوجد جسر بتقطع من جهة لجهة. انعكاسات الأشعة الإضاءة والسماء على البحيرة، يعني هذا الوقت تقريبا قبل الغروب، عن وقت الغروب. أتمنى ينال إعجابكم إن شاء الله يا رب. هنمشي لقيت بين حواليها أطرافها، وأتمنى تنال إعجابكم هذه الجولة ونزهة. هيا بنا نذهب. شايفين المنظر؟ البحيرة الليك، ما يسم حتى الحديقة كلاف ليك بارك. الحديقة دائما نظيفة، لأن حتى الناس يعني بتيجي عليها براعوا النظافة، بكبوش أشياء على الأرض، بيجي متنزهات بعد ما يخلصوا بأماكن معينة بكبوا فيها الأمور هذه. يعني شايفين منظر الليك الجميل. هذه بحيرة يعني صغيرة، بيجوا الناس بتتمشى حواليها، بتمارس الرياضة، بيجمع أبنائهم، بركب البسكليتات. في أماكن معينة برضو بيلعبوا فيها، أماكن للترفيه للأطفال. بس يعني على أساس الأطفال بيكونوا هناك وتعرفوا الأمور. البحيرة مع الخضرة وانعكاساتها تصبح لونها كأنها أخضر يعني. عادة كثير عدة مرات بكون باجي بتمشى هون في الحديقة جنب البيت، أو بنيجي بنحضر بعض المأكولات. نزهة جميلة، حتى أشوفه بكل فترة محل بكون حاطين هون كراسي. في هذا الكرسي الناس بتجلس وبتشاهد، تقعد هون بتشاهد المنظر الليك. شايفين المنظر، العكاس الشمس عند الغروب على الليك. سبحان الله ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى شوفوا هاي الجبال والشجر العالي، تعمل زي الظلة لما تيجي تتمشي فيها في الصيف مع النسمات بتيجي من البحيرة، والمشي بتتمشي فيها تحت الشجر تعطيك نسمة حلوة. يعني صراحة عدة مرات كنت أجي فصل الصيف هنا أتمشى لممارسة الرياضة، وإن شاء الله سأبدأ ممارسة الرياضة
واعمل نظام معين لروتين للاكل. فان شاء الله يا رب، فمن يحب يعمل معي نظام من الطعام يدخل ويضع التعليقات. شوف منظر الليك من هون ما شاء الله، والجبال اللي حواليها. شايفين هذا اللي هون الابيض، هذا بيعدوه عشان اذا بدك واحد يتمشى بين الجبال هناك، فببين حاله كانه ماشي بين جبال وفورس وغابات واشياء، بس هي منطقه امنه. فهناك مسكرين هذيك الطريق، ممكن امور بصلحه امور زي هيك يعني، فبحطوا هذه الامور فبتكون تحت الاشراف. فهذا هون الجسر عادة بحطوه عشان نقطع البحيرة أو الليك من جهة إلى جهة أخرى. هنروح عليها ونشوفها. سبحان الله ما شاء الله، شايفين مناظر الطبيعة. الأشجار وقت الغروب، هناك شايفين هذيك الجهة في عاملين زي المقاطع فتبين كأنها شلالات يعني. شلال صغير، هاي المنظر البحيرة من بعيد. الأشجار حواليها، وهذا الجسم من هون قطعنا احنا. هنيجي من هون على الجهة الثانية. وصلنا للجهة الثانية من البحيرة، شايف المنزل الشجر من هنا. هذه جولة بسيطة عن هذا اليوم، طلعت أتفسح أتمشى، فقلت أخذكم معي في الحديقة جنب البيت. هذه جنب البيت حديقة يعني 5 دقائق مشي بنيجي عليها دايما. ان شاء الله فترة الربيع حصير الخريف قصدي اجي اتمشى فيها دائما كل يوم، عملية الرياضة والمشي. اتمنى الجولة البسيطة هذه قد نالت اعجابكم،
طبعا ولا تنسوا لايك واشتراك وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمالي ترتيري USA.